بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا
وجعل لكم السمع والأبصار
قل